مسلح پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے ارے مسلح پہ میں نے علمت نفس ما أعذرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا أسعس حافظين كرما كاتبين يعلمون ما تفعلون الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يكسرون ألا يظن أولئك يوم تبغى صغائر فما لهم من قوة ولا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها كذب الحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة
كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من نخاف. اللهم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. اللهم صل على محمد. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيته، وعلمني منه ما جهلته، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم إني قد قرأته وقضيت من كتابك الذي أنزلته على نبيك الصادق صلى الله عليه وآله، فلك الحمد ربنا. اللهم اجعلني ممن يحل حلاله ويحرمه حرامه، ويؤمن بمحكمه ومتشابهه، واجعله لي أنسا في قبري وأنسا في حشري، واجعلني ممن
ترقيه بكل آية قرأها درجة في على عليين آمين رب العالمين اللهم صل على محمد من كل بر والسلامة من كل إثم وحبوب ووجوب برحمتك وعزائم مغفرتك والفوز بالجنة صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اے اللہ بے شک تو تاری کتاب قرآن مجید دی تلاوت پوری کروا ما ہماری مدد فرماوی قرآن مجید نے جے ایک نور چھے آنے بیجی تمام کتابو جے پہلا نازل تھے چھے تمنا ماتے گواہ بناوی چھے قرآن مجید نے تاری نازل فرماوی لی تمام کتابو کرتا فضلت عطا کری چھے قرآن مجید امارا ماتے ایک فائدہ ایک قائدہ قانونی کتاب چھے جے میں تو حلال انے حرام بچے فرق بتاویو چھے અને કુરાન મજીદ થકી તારી શરિયત ના અહકામ ને બયાન ફરમાવ્યા જેમાં તારા બંદાઓ માટે ઊંડાણ થી તફસીલ થી બયાન મોજૂદ છે અને આ કિતાબ એક એવી વહી છે જેને તું તારા પ્યારા નબી હઝરત મુહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલયહી વ આલિહી વ સલ્લમ પર નાઝિલ કરી છે નાઝિલ કર અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ નાઝિલ કરી જે રીતે નાઝિલ કરવાનો હક હતો અને આ કિતાબને તું એવો નૂર બનાવ્યો છે કે જેના ઉપર અમલ કરવાથી અમે ગુમરાહીમાં અને જહાલતના અંધારામાં હિદાયત પામી શકીએ અને કુરાન મજીદ તેના માટે સાચો રસ્તો અને શફા છે કે જે કોઈ સહી સમજ સાથે સાંભળીને કબૂલ કરે અને કુરાન મજીદ એવો ઇન્સાફનું ત્રાજવું છે કે જે કોઈ દિવસ હકથી હટતું નથી અને હિદાયતનું એવો નૂર છે કે જે તલાશ કરવા કરનારાઓથી છુપું નથી અને કુરાન મજીદ એવો નજાત આપનાર નિશાન છે